ثنايا الخبر في محوره الأول، والذي نناقش فيه مساعي إيران لاستقطاب الشباب والأطفال في دير زور تحت مسمى كشافة المهدي. قالت شبكة صدى الدير الموالية إن لجنة الصداقة الإيرانية السورية افتتحت مركزا للكشافة في مدينة دير زور يتضمن أنشطة ثقافية ورياضية للأطفال. نتابع المزيد في التقرير التالي. ما تزال إيران توسع نفوذها في سوريا عموما ودير الزور على وجه الخصوص. جديد إيران هذه المرة افتتاح مركز كشاف في القسم الخاضع لسيطرة النظام والميليشيات الإيرانية بمدينة دير الزور. شبكة صدى الدير الموالية نشرت في حسابها على فيسبوك صورة لواجهة المركز، وقالت إن اللجنة الشعبية للصداقة السورية الإيرانية في دير الزور ترعى المركز بكامل أقسامه. الشبكة أضافت أن المركز يتضمن أنشطة ثقافية ورياضية وفنية إلى جانب أنشطة تطوعية تنموية وتعليمية، كما أنه يحوي على دار لتعليم القرآن الكريم. الجمعية المذكورة تستهدف الأطفال في المناطق التي تنشط بها، وتقوم من خلال دروسها بزرع الأفكار الشيعية في أذهانهم بشكل متطرف، وتعدهم ليكونوا وقودا لتنفيذ سياسات إيران الخارجية وفق ناشطين من دير الزور. تستخدم إيران المراكز الكشافة ومراكز تعليم الأطفال والمراكز الثقافية كمناطق لبث أفكارها العقائدية المتطرفة من خلال سعيها لبناء قاعدة اجتماعية في مناطق سيطرتها تبقي عليها في حال خروجها العسكري من المنطقة، وبالتالي تتحول تلك المناطق إلى مناطق مؤيدة للوجود الإيراني سواء عقائديا أو سياسيا في المنطقة. تأسيس مراكز الكشاف في سوريا يعود إلى الجنرال في الحرس الثوري الإيراني حسن شاطري، بحسب التلفزيون الإيراني الذي عرض وثائقيا من أعمال الشاطري في سوريا نشره عام 2016، أي بعد مقتله بثلاث سنوات. معنا للحديث حول هذا الموضوع الناطق باسم شبكة عين الفرات من مدينة اسطنبول السيد أمجد الساري. أهلا بك سيد أمجد، إضافة للمحلل السياسي السيد حسام نجار من مدينة بولندا. أهلا بك سيد حسام، أرحب بكما أيضا ضيفي. يعني سيد أمجد، حبذا لو تعطينا تفاصيل أكثر عن كشافة المهدي جديد الأذرع الإيرانية في دير الزور. مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. طبعا تسعى إيران إلى التغلغل في المجتمع السوري، وذلك عن طريق افتتاح أفرع لها بحجة الفعاليات الثقافية وما إلى ذلك، حيث افتتحت أمس الأحد في حي القصور بمدينة دير الزور فرع الكشاف. طبعا هذا الفرع حسب ما تدعي الميليشيات الإيرانية أنه يتضمن أنشطة ثقافية وتطوعية وما إلى ذلك، لكن الهدف الخفي الخبيث هو غسل عقول الأطفال وملؤها بالأفكار الداعشية الإيرانية من خلال زرع الفكر المتطرف في نفوس هؤلاء الأطفال. مساعي إيران لاستقطاب الشباب وأيضا الأطفال في محافظة دير الزور. نعم، هو بصراحة هم يستهدفون الأطفال على وجه الخصوص، يقومون بالبدايه يعني باغراء هؤلاء الاطفال بالهدايا وما ونشاطات وما الى ذلك، لكن هدفهم الرئيسي كما ذكرت هو غسل عقول هؤلاء الاطفال وملئها بالافكار المتطرفه، الافكار الايرانيه المتطرفه. طيب سيد حسام نجار، ان كنت تسمعني، يعني نريد رايك بالنسبه لمساعي ايران باستقطاب الشباب والاطفال عموما في محافظه دير الزور. بداية تحية من أخت حلا لك ولقناتكم العزيزة ولضيفك الكريم. أخت حلا، هنا علينا أن طيب نعم الآن مسموع الصوت سيد حسام، حبذا لو تعد الإجابة من البداية فقط. تمام، علينا في البداية أن لا نخصص دير الزور فقط في العملية التي يعمل عليها الإيرانيون، وإنما علينا أن نشرح كامل المعطيات الإيرانية على الأرض السورية. إيران لديها على الأرض السورية بؤر كثيرة، هذه البؤر قامت بفترة سابقة وقديمة وقبل الثورة بزرعها ضمن الأراضي السورية، وبالتالي عملت خلال الفترة التي بدأت فيها الثورة السورية على تنشيط هذه البؤر
وبالتالي العمل على استقطاب المجموعات الكبيرة داخل الأرض السورية. وهي اعتمدت في هذا الأسلوب على في هذه الطريقة على طريقتين، أو لنقل على طريقتين وعلى عاملين أساسيين. أحد هؤلاء هذه العوامل هي عامل النسب. على سبيل المثال في دير الزور عملت على ضم بعض المجموعات وبعض القبائل كقبيلة البقارة وخاصة من فخذ أبو بدران، هذه التي تدعي نسبها إلى محمد الباقر. هذه المجموعة أو هذه القبيلة التي حاول الإيرانيون من خلال نواف البشير زرع الأفكار الشيعية داخل مناطق دير الزور وخاصة في الأرياف. كذلك في منطقة دير الزور تحديداً وخاصة في البوكمال وحوالي البوكمال، هناك قرى كثيرة كانت شيعية في الأصل، وعملت عليها من خلال الترغيب والترهيب. من خلال مثال كقبة علي وهي في قرية السوعية. كذلك داخل مدينة دير الزور كانت تعمل من خلال نقل الكتب والمؤلفات الشيعية من الساحل السوري إلى داخل دير الزور في حي جورة على سبيل المثال. كذلك في قرية حطلة هي تعتمد بشكل دائم إيران على ترسيخ مذهبها الطائفي المتطرف والمنحاز والبعيد كل البعد عن الإسلام بشقيه السليم وبشقيه الجعفري الأصيل. وبالتالي من خلال دعمها أولا للأموال وكذلك بالزواجات المتعددة التي تقوم بها داخل المناطق، تعمل على تشجيع الشباب للانخراط داخل التجمعات الشيعية. في المدارس الآن وخاصة الأطفال عملت في حمص على سبيل المثال في تشكيل ميليشيات الرضا. وهذه ميليشيات الرضا يقابلها الآن في دير الزور ما يسمى بكشافة المهدي، والغاية منها هي توسيع فكرها وتوسيع آلية عملها وامتداد من العراق إلى دير الزور إلى البادية السورية إلى حمص وصولا إلى لبنان لامتداد هذا الهلال الشيعي وخاصة بالأفكار. لأن عندما تخرج عسكريا يبقى أقول يبقى فكرها متماثلا داخل أفكار الأطفال والشباب. لذلك علينا أن نكون واعين لهذه المرحلة وواعين لكل الخطوات التي تعمل عليها إيران داخل سوريا وخاصة في المناطق التي تتواجد بها. كذلك هناك نقطة أخرى، أن إيران امتدت إلى مناطق لم تكن موجودة فيها في دير الزور تحديدا، وخاصة في قرية الكسرة وفي قرية الصعوبة وفي قرية الشميطية، وخاصة أنهم ينتمون إلى عشيرة البصرايا. هذه مجمل العملية التي تقوم بها إيران في منطقة دير الزور وفي ضواحي دير الزور. نعم. طيب يعني بالتوجه إليك يا سيد أمجد، هل لديكم أي معلومات حول مدى استجابة الشبان لهذه المساعي الإيرانية؟ يعني إيران تقول ما بكل ما تستطيع نحو هؤلاء الشباب، كيف يستقبلون هؤلاء الشبان ما تريده إيران؟ نعم، في البداية لا يوجد إقبال مباشر يعني من هؤلاء الشبان أو الأطفال إذا أردنا أن نسمي الأمور بمسمياتها، فهي تستهدف فئة الأطفال على وجه الخصوص. لذلك إيران تستغل حاجة هؤلاء، يعني الأوضاع الاقتصادية متردية جدا في مدينة دير الزور، فهي يعني تعطي مغريات لهؤلاء الأهالي، فهم لهم امتيازات خاصة. كل من ينضم إلى هذا المركز له امتيازات خاصة ويتم تقديم المعونات له، وله أيضا بطاقة خاصة. لذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة الأهالي يقومون بإرسال أطفالهم إلى هذه المراكز. لكن يعني هذا مخطط إيراني خبيث جدا، يعني يتبعون يعني نفسه مثل أسلوب الدواعش، على يعني نفس المبدأ، يقومون باستغلال حاجة هؤلاء الأطفال لتنفيذ مشاريعهم في المدينة. لذلك نرى اليوم أطفال بسن 14 أو 16 موجودون الآن في هذه المراكز، يتلقون يعني الدروس الشيعية، ويتلقون أيضا يقومون بعرض أفلام طائفية متطرفة، يقومون أيضا بعملية غسل دماغ لهؤلاء الأطفال. ويعني اليوم الإيرانيون بحاجة إلى، عندهم نقص كبير في المقاتلين أيضا، لذلك هم بعد كل هذه الدورات يقومون بإرسالهم يعني إلى معسكرات تدريب. مبدأ الكشاف أيضا يهدف إلى التجنيد الإجباري لهؤلاء الأطفال، أم أنهم يدربونهم على السلاح؟
نعم، هم يقومون بتدريب الأطفال على حمل السلاح، وأيضاً يقومون بإخضاعهم لتمارين خاصة. هذا أيضا كما ذكرت ضمن الأهداف البعيدة لإيران، وهو تعويض نقص المقاتلين. طبعا لديهم أهداف كثيرة من هذا الموضوع، لكن أهدافهم الرئيسية أولا يعني بناء مجتمع، يعني هم يحاولون تغلغل داخل هذا المجتمع، داخل المجتمع الذي هو بالأساس ليس مثلا شيعيا، أو هم يحاولون زرع أفكارهم في نفوس هذه الفئة بالتحديد التي هي فئة الأطفال. نعم، سنتابع الحديث حول مسمى كشافة المهدي، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا، كيف تتمكن إيران من استقطاب الشبان والأطفال في دير الزور؟ ابقوا معنا. في برنامجنا التربية الذكية راح نحكي عن مهارات والدية متقدمة في التعامل مع مشاكل أطفالنا المزمنة، ولأن التشخيص نصف العلاج لابد من التعرف على الأسباب الكامنة وراء كل هذه المشاكل التي يسببها لنا أبناؤنا. وما دامت التربية الذكية مطلعة على تفاصيل مشكلاتنا اليومية، لأنها تتجاوز أسوار التربية العالية وتنزل إلى تفاصيل بيوتنا لتعيش معنا حياتنا اليومية وتقدم لنا حلول منطقية واقعية، أليست هي التربية الذكية؟ وبالمسك نختم مع نصائح معجزة نورانية من أطياف التربية الإسلامية. تابعوا معنا برنامج التربية الذكية على قناة حلب اليوم في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في برنامج ثنايا الخبر لهذا اليوم، الذي نناقش في محوره الأول مساعي إيران لاستقطاب الشباب والأطفال في دير الزور تحت مسمى كشافة المهدي. طبعا مشاهدينا، حلب اليوم أجرت استطلاع لرأي عبر صفحتها في فيسبوك، وكان نص السؤال: إيران تنشئ فرعا جديدا لها في دير الزور لاستقطاب الأطفال السوريين تحت اسم كشافة المهدي، هل تعتقد أن إيران ستنجح باستقطاب الفئات الشابة؟ 42% أجابوا أعتقد، 58% أجابوا بلا أعتقد. أرحب من جديد بضيوف السيد أمجد الساري الناطق باسم شبكة عين الفرات معنا من مدينة اسطنبول، إضافة للمحلل السياسي السيد حسام نجار معنا من بولندا. سيد حسام، يعني بالنسبة لنتيجة الاستطلاع الذي أجرته حلب اليوم، 42% من المشاركين يتوقعون نجاح إيران في هذا المسعى، ما تعليقك؟ بالضبط طبعا اعتقاد هؤلاء أو إجابتهم على هذا الاستفتاء دليل أنهم يرون أن هناك تأثير ثقافي لإيران، امتد هذا التأثير سواء الثقافي أو الديني إلى معظم لنقل محافظات سورية، وخاصة في الأرياف والقرى. إيران تعتمد كما قلت أنا على جهتين أو أسلوبين، هذين الأسلوبين هما واحد منهم الترغيب والترهيب، والثاني النسب والدعم. وبالتالي هؤلاء عندما صرحوا باستفتائهم
وقالوا كلمتهم. هم يعتمدون على تلك الناحية وكذلك على ما يرونه من تدخل للنظام في هذا الموضوع. فالنظام يسهل على الإيرانيين التدخل أو لنقل فتح حسينيات. على سبيل المثال، غير الإيرانيون داخل دير الزور أسماء المساجد إلى أسماء مساجد أخرى وعملوا على إنشاء الحسينيات. وبالتالي من خلال هذه الملاحظات نرى أن الاستفتاء يدل أن التغيير الإيراني حدث فعليا وجعل هناك شرخ ما بين القبائل وما بين العشائر ذاتها. فنرى أن بعض العشائر جزء منها أصبح مع الشيعة وجزء آخر بقي مع أهل السنة والجماعة. وبالتالي من خلال هذه المعطيات نرى أن الإيرانيون يعملون وبشكل كبير وشديد جدا على الفئات الدنيا. على سبيل المثال، نعلم جميعنا أن في نظام الأسد ونظام دولة البعث كان هناك ما يسمى بطلائع البعث، وزرعوا من خلال طلائع البعث زرعوا فيها أفكار هم يريدونها. الآن يعمل الإيرانيون على النمط نفسه، وكذلك يعمل من خلال جلب الكتب وتشغيلهم بما يسمى بكشاف المهدي بأن يقوموا بإنشاء نشاطات. هذه النشاطات ترغب الأطفال بالبقاء ضمن كشافة المهدي أو غيرها من التجمعات الطائفية اللعينة التي يعمل عليها الإيرانيون. هنا علينا ملاحظة شيء هام جدا، أن الأهالي دورهم أصبح الآن دورا كبيرا جدا، لأنهم هم من يعملون على توعية الأولاد والأطفال والشبان بخطر الشيعة وبخطر ما يقوم به الإيرانيون. المسألة مسألة خطيرة جدا، يجب أن تكون هناك برامج توعية، يجب أن تكون هناك جمعيات تنبه إلى هذا الخطر الإيراني الذي يهدد الكيان السوري ويهدد الفكر السوري ويهدد شباب وأطفال سوريا. طيب سيد حسام، يعني لو بذات السياق، كشافة المهدي ليست فقط في دير الزور إنما أيضا في مناطق النظام منذ زمن طويل، يعني من بداية التدخل الإيراني في سوريا بشكل صريح كان هناك كشافة المهدي بشكل واضح، فلنقل في العاصمة دمشق. لماذا الآن تركز إيران على تواجد في دير الزور؟ دير الزور تعتقد إيران من خلال احتلالها للعراق وسيطرتها على كامل مفاصل الحركة في العراق أنها تستطيع الآن من خلال كذلك احتلالها للبوكمال ولوجود قواتها وقوات الحرس الثوري الإيراني في البوكمال وأرياف البوكمال أنها تستطيع أن تمتد رويدا رويدا إلى دير الزور ومن ثم إلى الرقة ومن ثم إلى البادية السورية وإلى حمص لتصل وتعمل على تشكيل هذا الهلال المزعوم والذي يعتقدون أنه هو الذي سيجذب لهم طريق الحرير الكاملة. بالتالي يعملون من خلال هذه الأدوات ومن خلال الترغيب والترهيب بالسيطرة وجعل هذا الهلال يمتد بين مناطق سورية كلها، مع علمهم أنهم يمتلكون أو هكذا يقولون أنهم يمتلكون الساحل من خلال جمعية المرتضى والتي أنشأها جميل الأسد سابقا، وكذلك في حمص وحماة. وللعلم سيدة الكريمة أن الإيرانيون يقومون بإرسال بعض الشيعة ورجال الدين الشيعة الموجودون في محافظة حماة، يقومون بإرسالهم إلى دير الزور والرقة لتعليم الأطفال وتدريس الأطفال وجمع الكتب والهدايا والكثير كثير كثير من الأفكار المنحرفة إلى هذه المجموعة. طيب، من هذه النقطة من هذه النقطة لو تسمح لي سيد حسام أن أنتقل لضيفي السيد أمجد الساري، ربما هو على اطلاع أكثر بموضوع الشبان داخل مدينة دير الزور. سيد أمجد، كيف تغري إيران الشبان والأطفال للانضمام إلى صفوف قواتها على مختلف المسميات؟ نعم، صراحة الشبان الذين ينضمون إلى الميليشيات الإيرانية هم بالأصل لا ينضمون من باب إيمانهم بالفكر الإيراني، لكن هناك عدة أسباب. السبب الأول، هؤلاء الشبان إما أن يكونوا لديهم مشاكل أمنية مع نظام الأسد أو تكون ظروفهم الاقتصادية صعبة جدا. ولكن يعني مشاكل أمنية. يعني نعم. مبدأ الكشافة هو ليس فقط تجنيد مباشر، يعني هو نشاط اجتماعي أكثر منه نشاط عسكري.
كيف تغريهم لهذا الموضوع؟ نعم تماما، لذلك إيران تعمل على غراء هؤلاء الشباب أولا بالمبالغ المادية أي المال، وثانيا أيضا من بعض الامتيازات، تمنحهم امتيازات كبيرة جدا. يعني أي شخص ينضم إلى الميليشيات الإيرانية تكون لهم امتيازات خاصة. طبعا هذا السبب لأن إيران تتدخل في جميع المفاصل الحياة الاجتماعية والثقافية، هي تسيطر بشكل يعني تهيمن بشكل بكامل على المنطقة. لذلك من ينضم إلى هذه الميليشيات تصبح لديه امتيازات خاصة، تصبح لديه القوة. لذلك الجميع يحاول، يعني الذي بحاجة مثلا إلى كما ذكرت يعني بالبداية الشباب الذين لديهم مشاكل أمنية، أيضا هذه النقطة أريد أن أنوه إليها، لديهم مشاكل مع نظام الأسد، يلجؤون إلى انضمام إلى الميليشيات الإيرانية، وبالتالي لا يستطيع نظام الأسد الاقتراب منهم، وأيضا تصبح لديهم القوة كونهم هم الجهة التي تسيطر وتهيمن على المنطقة. من ناحية أخرى تحاول أيضا استقطاب الأطفال عن طريق الهدايا، عن طريق النشاطات التي تقوم بها، النشاطات الاجتماعية، يعني تحاول هيك بطريقة يعني تغري فيها الأطفال وتقوم بغسل دماغهم، وأيضا يعني توجيه فكرهم الكامل باتجاه الأفكار المتطرفة الشيعية. بالنسبة لردود فعل العشائر العربية على هذا النشاط الإيراني في دير الزور كيف تبدو سيد أمجد؟ نعم، بالنسبة للعشائر صراحة دورها ضعيف جدا، لأن الميليشيات الإيرانية أحدثت شرخ يعني في العشائر. على سبيل المثال كما ذكر ضيفك عشيرة البقارة التي يعني نواف البشير هو يعني أنشأ ميليشيات تابعة لإيران. إذا أردنا بداية أن تقسيمات العشائر، هناك عشائر موجودة داخل مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية، وعشائر أيضا من نفس العشيرة موجودة في القسم الآخر في مناطق سيطرة قسد وما إلى ذلك. لذلك العشيرة نفسها أصبح بها شرخ، يعني تقسمت إلى قسمين. وبالتالي هنالك عشائر تعلن ولاءها الكامل لإيران كما ذكرت، يعني مثل نواف البشير، لكن من ضمن العشيرة نفسها أشخاص ضد تواجد الميليشيات الإيرانية، وبالتالي هذا الموضوع أحدث شرخ في العشيرة نفسها، وأصبح دورها ضعيف تماما. وهي أيضا مجبرة يعني تحت ضغط القوة، يعني الجهة التي تسيطر هي التي تفرض نفسها، وإيران لجأت إلى العشائر يعني منذ بداية سيطرتها على البوكمال ومناطق في دير الزور، لجأت يعني منذ البداية إلى العشائر لترسيخ وجودها وتوطيده. لذلك هي إيران تلعب بشكل خبيث، وتعرف كيف يعني تستغل هذا الموضوع لصالحها، يعني أحدثت شرخ داخل حتى العشائر، المجتمع نفسه أصبح فيه شرخ. يعني وأذكر لك على سبيل المثال، يعني هناك عشائر تقع تحت سيطرة، يعني تقع في مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية، قامت بتهديد العشيرة نفسها التي تقع في القسم المقابل يعني باجتياح مناطقها إذا لم تعلن الولاء الكامل لإيران. لذلك رأينا المظاهرات الأخيرة في مدينة دير الزور التي ترفض الوجود الإيراني وترفض الميليشيات الإيرانية، مع العلم يعني أن أغلبية هؤلاء من نفس العشيرة، ولكن قسم منهم يعلن الولاء لإيران والقسم الآخر يرفض الوجود الإيراني. لذلك إيران يعني لعبت كثيرا على هذه النقطة بالتحديد، نقطة العشائر، واستغلتها بشكل خبيث جدا. لكن هنالك أيضا يعني لا أنكر أن هناك وعي، يعني ليس كل العشيرة مثلا تتبع للميليشيات الإيرانية، وليس لذلك يعني ممكن من الممكن يعني يكون دور الإيرانيين ضعيف بشكل أكبر إذا العشيرة نفسها يعني ساهمت في محاربة هذه الميليشيات. نعم، كل الشكر لك سيد أمجد الساري الناطق باسم شبكة عين الفرات، حدثتنا من مدينة اسطنبول. سأذهب وإياك سيد حسام نجار إلى الملف الثاني مشاهدينا بعد الفاصل. بشار الأسد يهاجم مسار جنيف، فماذا قال؟ ابقوا معنا.